بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك تطورات مهمة جدا في المنطقة، من أهم هذه التطورات هو الهجوم على القوات أو الميليشيات الكردية الموالية لأمريكا، وده هيبقى موضوع الحلقة. لكن خليني أقول لك على مسألة تانية بسرعة خاصة بغزة، وطبعا الموضوع ده مرتبط بالحرب بغزة برضو، لكن النقطة اللي أنا عايز أقولها لك بسرعة عشان ما نخرجش عن الموضوع هي أن السنوار أصبح خلفا لإسماعيل هنية، وده بيعطي لك مؤشر أنه الحركة عموما والمقاومة عموما نوية على التصعيد ونوية على المواجهة. إسماعيل هنية كان رجل الله يرحمه ويقبله في الصالحين، كان رجل يتمتع بالصبر السياسي والحنكة والأمور ديت. السنوار بقى مش هقولك السنوار لا يتمتع بها، لكن السنوار عنده الأولوية هي العمل المخابراتي والعمل العسكري، فدي اللي بتفرق في الشخصية بين هذا وذاك. وطبعا المسألة واضحة ان هي رسالة للصهاينة ان احنا هنصعد ومستعدين للتصعيد. دي خلاصتها، والفقرة دي خلصت من الفيديو ومش عايزة اشرح اكتر من كده. الموضوع بقى بتاع دير الزور والهجوم على القوات الموالية لامريكا الميليشيات الكردية، ده بقى اللي هقولك عليه بعد الفاصل، ولماذا هو تطور خطير ومين هو اللي هاجمهم والاحوال هناك عاملة ازاي وموقف امريكا كان ايه. فخليك معايا وجاي لك بعد الفاصل. الكل يتآمر علي. من فضلك تقرأ التعليق المثبت لو وجدت تعليق مثبت، لان يا اما حاجة نسيتها هكتبها لك في التعليق المثبت، يا اما حط لك رابط مرتبط بالموضوع، وان ما لقيتش تعليق مثبت يبقى كله تمام وجزاكم الله خيرا. اللي ما يعرفش الوضع في المنطقة في الشمال السوري بالذات في المنطقة اللي هي بتاع الأكراد واضطهادهم للعشائر العربية، اللي ما يعرفش الموضوع ده يا ابو الشباب لازم ينتبه لشيء في منتهى الأهمية. ايه هو؟ هو ان قوات قصد او سوريا او بيسموها هم سوريا الديمقراطية او بيسموها اي ملوخية هم عايزينها، هي في حقيقة الامر ميليشيات كردية يدعمها الامريكان. فضلت الوقت على قيد الحياة لحد الوقت بسبب الصراع العالمي واستفادتهم من الصراع العالمي. انت تيجي تحسب كده تدور على منفذ القوات ديت بيجي لها الدعم منين، ما تلاقيش في الحقيقة منفذ. ففي ناس قالوا انه بشار الاسد بيدعمهم رغم ان هو عدو شديد لهم، لكن بيدعمهم نكاية في الاتراك. في ناس قالوا هذا الكلام، وده كلام فيه منطقية شوية لان بشار ممكن يدعمهم ويستفيد هو كمان من الامريكان. هتقول لي ازاي ده هو عدو الامريكان الاساسي؟ هقول لك خليني اخرج بقى من الموضوع عشان اقول لك على شيء في منتهى الأهمية، ازاي انك انت تفهم الموضوع. فركز معايا، الشيء اللي انا عايز اقوله لك في منتهى الأهمية هو ايه؟ هو ان الاعداء المتصارعين في الصراع العالمي قد يتفقوا في نقطة معينة، وفي هذه النقطة يحققوا مصلحة تخص الطرفين ولا تضر بالأمن القومي للطرفين. يعني أنت لا تتصور أنه بما أن هناك عداء إذن هو عداء كامل وعلى طول الخط وكذا إلخ إلخ، لا، هم ما بيتصرفوش بهذه الطريقة. يعني الوقت الأمريكان وبشار الأسد عندهم عدو مشترك هو السياسة التركية. خد بالك أن أمريكا عندها العداء مع تركيا في يعني في موضع، وعندها تركيا دي شيء مهم جدا في موضع تاني، بل ان اهمية تركيا للغرب اكبر بكثير من الاضرار اللي تركيا بتسببها للغرب، وما عندهمش اختيار. عاملين يعني الغرب كده عاملين زي شخص نسأل الله السلامة عنده سرطان في مخه فما يقدرش يقطع مخه اللي هو ايه تركيا. وفي حقيقة الامر مش عايز بقى اقعد اشرح الموضوع ده كتير عشان عايز ارجع للموضوع. في حقيقة الأمر أنه الغرب مش عايز عدالة ومش عايز تفاهم
ومش عايز الامور ديت. الغرب عايزك يعني تموت في سبيله. باختصار من الغرب مش هيرضى عنك غير ان هو يحطك في وجه المعركة، والمعركة تطحنك طحنة شديدة جدا، وبعد كده يقول لك برافو عليك وما تاخدش منه الا كده، ومش وما يهموش بقى امنك القومي، ما يهموش ان العداء بتاعك دوت مع الاخرين بيضر بالاقتصاد، ما يهموش الحاجات دي كلها. وده اللي يفسر لك سر الحروب على مدار التاريخ اللي حصلت بين العثمانيين وبين الروس، والاتنين عمالين ياكلوها والثمرة عمالة تروح للغرب. بعد ما شرحت لك النقطة دي بقى، تعرف ان بشار الاسد من المنطقي ان هو يتعاون مع الامريكان في مسألة زي دعم الاكراد في اللي هم الميليشيات الكردية بتاع قصد اللي هي امريكية، لانه بشار الاسد هو عارف ان وقت ما يحب يخنق هذه القوات يقدر يخنقها، لان القوات ديت ما عندهاش من فوق الا تركيا، ومن تحت الا بشار الاسد، وما عندهاش من ناحية الغرب الا الجيش السوري الوطني اللي هو موالي لتركيا اللي تركيا بتدعمه، وما عندهمش من ناحية ما عندهمش اي منفذ، ما يقدروش لا يروحوا كده ولا يروحوا كده، والعملية بالنسبة لهم مقفولة. فبشار الاسد عارف ان هو يستطيع ان هو يقضي عليهم في اي لحظة، يعني زي واحد كده عنده بقرة هو عارف ان هو يقدر يذبحها في اي وقت، لكن هو بيستفيد منها بتولد، بيجيب له بقرة تانية بيستفيد منها، بيشرب حليبها كده، ولكن وقت ما يقرر ان هو يذبحها هيذبحها. لما كلمك بالطريقة دي على بشار الاسد وعتظن ان انا معجب بيه او ان انا راضي عنه، ده هو يعني ما هو الا كلب مسعور للروس. الوقت واحد يقول لي يا كابتن لطيف، طالما هو كلب مسعور للروس ازاي يعمل الحكاية ديت؟ اقول لك ما هو اصلا الدعم اللي بيقدمه بشار لسوريا الديمقراطية ان خد ثمرة منها هياخد فلوس وخلاص على كده، لكن الثمرة الحقيقية او الاتفاق الحقيقي هو بين الروس والامريكان والايرانيين على هذه المسألة. برضو ازاي؟ ما هو انت ما تتخيلش ان روسيا تخلص على كل اعداء تركيا في الشمال وبعد كده ما تضمنش ايه اللي هيحصل بعد كده. الناس دي ما بتضمنش، مهما تجيب لها تاريخ ما بتضمنش. الناس دي عايزة ضمانة برجماتية، يعني عملية، يعني مضمونة، يعني زي واحد بيقول لك سلفني 100 دولار، انت بتقول له ايه اديني التليفون بتاعك عندي لحد ما ترجع 100 دولار. لو ما خدتش التليفون بتاعه ممكن يقول لك روح بلط البحر، انما لو انت تليفونه عندك وال100 دولار عنده وبعد كده جاء لك روح بلط البحر، تكون انت عامل حسابك ان التليفون ده يساوي اكتر من ال100 دولار، فانت مش خسران. انا اديتك المثال ده عشان اقرب لك العلاقات الدولية شغالة ازاي. المهم ان لو حصل اي تفاهم بين بشار الاسد وبين الامريكان، اللي بيدفع الخليج واللي بيستفيد ايران والروس، ودي ما يعني لا تشك فيها ابدا. وبعد كده روسيا هتقول طبعا في الخفاء، وكلامي استنتاجي، هتقول للأتراك لو عايزين تخلصوا على الجماعة دول لازم تدفعوا التمن الفلاني، والتمن ده ما بيكونش فلوس، التمن ده بيكون في الغالب مسائل، يعني مسألة أمن قومي، وانتوا عارفين ان تركيا مش هتخضع في موضوع الأمن القومي لحد، وبتلعب بالصراع العالمي زي ما كانت إيران بتلعب بالصراع العالمي على مدار يمكن 30-40 سنة فاتوا. خليني بقى أرجع للموضوع بعد ما أنت فهمت القصة دي كلها. الوقت اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن في هجوم على الميليشيات الكردية الموالية لأمريكا هناك، والميليشيات الكردية الموالية لأمريكا هناك ديت حابسين دواعش بعشرات الآلاف. وعكون فاهم طبعا أكتر الناس لما بيسمع الكلام ده بيستغرب، إنما نقول لك ما تستغربش ولا حاجة، وحقق بنفسك لو انت شاكك في الكلام. واذكرك بان مش فاكر ماليزيا ولا اندونيسيا تقدمت بمشروع في مجلس الامن لما كانت عضوة في مجلس الامن، ما اعضاء مجلس الامن بالتناوب ما عدا الخمسة اللي بتوع الفيتو. فلما كانت اندونيسيا هناك في عضوية مجلس الامن، اللي حصل ان هي تقدمت بمشروع لانقاذ الالاف من الدواعش، وقالت بالذات الدواعش اللي هم ايه
كانوا أطفال أو حتى اتولدوا في المنطقة دي، يعني إلا أعمارهم مثلا أقل من 20 سنة أو كده، أو أقل من 15 سنة، قال لك دول طيب عايزين نشوف لهم حل ونخرجهم ودول ما لهمش ذنب وكذا. فأمريكا أحبطت كل الاقتراحات وأحبطت كل المشاريع المقدمة بالفيتو بتاعها، لأن هي طبعا عارفة أن الدواعش اللي موجودين في الشمال السوري واللي هم مسجونين والسجان بتاعهم هم الميليشيات الكردية، الدواعش دول لو طلعوا هيطلعوا فضائح جامدة جدا على الأمريكان، والأمريكان مش عايزين ان هم يعني يحصل لهم نوع من القلق هذا في المجتمع الدولي. واحد هيقول لي ما بقوش يسألوا، اقول لك هم بيحاولوا يداروا قدر الامكان، وسبعة اكتوبر فضحت الدنيا طبعا، لكن هم برضو بيحاولوا يداروا لان هم مش عايزين يخسروا المؤسسات الدولية اللي هم عملوها على مدار سنوات طويلة من بعد الحرب العالمية الثانية، مش عايزين يخسروها لان هم بيستعملوها في الغزو بشكل او باخر، وفي نفس الوقت لو خسروها هتنقلب عليهم زي ما انتم شايفين المشاكل بتاع الصهاينة في محكمة العدل الدولية وكمان في المحكمة الجنائية. فانت لما تيجي تفهم ايه اللي بيحصل في منطقة معينة، المفروض انك تفهم كل النقاط المؤثرة في هذه النقطة. الوقت اللي حاصل في الهجوم على الميليشيات الكردية هناك خسروا مواقع كتير، يعني في ناس بتقول لك خسروا مش عارف 10 مواقع، وفي ناس بيقول لك مش عارف لا ده خسروا قد ايه. الموجز الروسي بيقول لك خسروا عشرات المواقع هناك وكده، يعني المسألة شرسة. طيب مين هو اللي بيهاجمهم؟ برضو دي فيها خلاف. المواقع التركية بتقول ان اللي هاجم الميليشيات بتاع قصد اللي هي الميليشيات الكردية بيقولوا ان العشائر العربية هي اللي هاجمتهم، وده على فكرة كلام منطقي لان العشائر العربية هناك يعني شربت منهم الامرين، وابناء العشائر العربية هناك بيتخطفوا ويتجندوا ويتباعوا ويشتروا مثل الغنم، ودي من زمان مش من النهاردة، والموضوع يعني اصبح لا يطاق. فمسألة طبيعية ان هم يهاجموا. الوقت واحد يقول لك طب ما هاجموش من زمان ليه؟ اقول لك ما هم ما هاجموش من زمان بسبب ان هم لا هم مسلحين ولا عندهم ادارة ولا حد لممهم، وبيحاولوا ان هم يعني يلتفوا حول العرق والقبيلة زي زمان، وما عندهمش تسليح يقدروا يواجهوا الناس ديت وكده. وبيجي الميليشيات الكردية دي اما بيخش عليهم بيخش مدجج بالسلاح ولابس واقي للرصاص ومش عارف ايه، والتاني اصلا ما عندوش اي حاجة يدافع عن نفسه بيها، فبيبقى فريسة سهلة. لكن نفس الميليشيات او نفس العشائر العربية، اسف غلط، العشائر العربية هذه لو وجدت من يسلحها ويديها دعم مخابراتي ويديها معلومات مخابراتية ويديها دعم بحيث ان هي تقدر تدافع عن نفسها، بالتأكيد مش هتتأخر عن الدفاع عن نفسها. عشان كده انا بقول لك الكلام ده منطقي للغاية. في الموجز الروسي بيقول لك لا، اللي بيهاجم الميليشيات الكردية في الشمال السوري اللي هو في منطقة دير الزور والمناطق ديت، بيقول لك هي الميليشيات المسلحة الموالية لإيران. أقول لك هم دول الميليشيات المسلحة الموالية لإيران عندها الدوافع إن هي تنفذ أوامر إيران، وممكن إيران بدأت تضايق أمريكا في المنطقة دي، يعني ده احتمال، بس ده احتمال ضعيف أقل بكثير، وأنا حقيقة مش مقتنع به. لماذا بقى؟ لأنه لما حصل الهجوم على الميليشيات الكردية اللي حصل ان الطيران الامريكي طلع وبدأ يضرب في المهاجمين باشكال والوان من الاسلحة. الميليشيات الايرانية لو بدأت تشوف الضرب ده والطيران بيضربها من فوق، ما اعتقدش ان هي كانت كملت وتخليهم يخسروا عشرات المواقع. وممكن يكون الموضوع مختلط، يعني دول بيهاجموا ودول بيهاجموا، يعني من الصعب انك انت تعرف بالذات، ما فيش مراسل هناك لقناة محترمة يقول لك ايه اللي بيحصل بالضبط. طبعا الوقت واحد هيقول لي يا كابتن لطيف الطيران هيحسم، انا هقول لك مسألة الطيران يحسم ديت يعني مسألة منطقية للغاية، لان شفناها في سوريا وشفناها في كذا مرة
لما عدو الله بوتين أفسد المظاهرة، أفسد الثورة السورية وقتل مليون وهجروا يعني يمكن 20 مليون ولا 15 مليون ولا كده. فالطيران يحسم، نعم الطيران يحسم، وممكن يضربوا كمان كماوة، وممكن يعملوا حاجات كتير. الأمريكان لا يقلون إجراما عن بوتين، دي تحطها في اعتبارك. الوقت واحد يقول لك يا كابتن لطيف طيب ازاي هم بدأوا بالهجوم وهم المفروض يكون لو عندهم حد بينصحهم هيقول لهم الكلام هذا؟ انا اقول لك هو ممكن تكون الخطة مجرد ضغط على الامريكان من جانب، وممكن تكون الخطة زي الخطة اللي كان عايز يعملها حميدتي في الجيش السوداني. ازاي؟ ما حميدتي لما جاء هاجم العاصمة فكان تركيزه على ايه؟ حميدتي كان عارف انه الجيش السوداني يملك طيران، وبالتالي عارف ان الطيران هيحسم. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل حميدتي تغلغل بالكلاب بتوعه في وسط المدنيين، فوضع الجيش السوداني بين الاسوأ والاسوأ منه. الاسوأ انه يضرب ويوقع قتلى من المدنيين عشان يقتل الكلاب بتاع حميدتي معهم، والأسوأ كمان أو ده الأسوأ منه، والأسوأ إن هو ما يعملش حاجة ويصبر لحد ما يشوف حل للموضوع. فالجيش السوداني ما حبش إن هو يوقع قتلى من المدنيين، وخلى الموضوع بالنسبة له إيه؟ صبر استراتيجي. فكانت خطة حميدتي هي إيه؟ هي إن هو يهاجم المطارات، فلما يهاجم المطارات ويسيطر عليها الطيران مش هيلاقي اي مكان ينطلق منه. دي كانت الخطة بتاع حميدتي، وده الجزء اللي انا عايز اسلك عليه في الحادث دوت، انه ممكن اللي نصحهم بمهاجمة الممرات بتاع المطارات وتدميرها اللي هي بتطير منها الطيارات الامريكية. فالطيارة بعد كده لو نجحوا، طبعا الطيران الامريكي هيلاقي ان هو بيطير، وبعد ما يطير يجي مش عارف ينزل، فهيضطر ان هو يروح ينزل في قبرص او ينزل على حاملة طائرات امريكية ان كان مجهز للهبوط على حاملة الطائرات، لان الهبوط على حاملة الطائرات مش سهل على فكرة. ده المسافة اللي لازم يقف فيها بعد ما يلامس حاملة الطائرات اقل من ربع المسافة او اقل من تلت المسافة اللي هو المفروض يقف بعديها، يعني لازم يكون فيه الباراشوت بتاع الطائرة اللي انت بتشوفه ورا ده بيفتح عشان يزود المقاومة عشان الطائرة تنزل، ولازم الطيار نفسه يكون مدرب على الهبوط على الحاملة، ولازم بقى في يعني في عوامل كتير مش عايزين نخرج ايه من الموضوع. هل الموضوع بتاع ضرب الأكراد او ضرب الميليشيات الكردية في الشمال السوري يعني هيحسم المسألة ويطرد امريكا من سوريا؟ اقول لك هو الوجود الامريكي في سوريا نفسه ماهوش قانوني. يعني لما تيجي تشوف الوجود الروسي هتلاقي الوجود الروسي يعني بيتحجج بان هو عنده معاهدات والتزامات واتفاقات مع الحكومة السورية الشرعية، ده من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر الأمم المتحدة كمان. يعني انت لما تيجي تروح مثلا الأمم المتحدة او مجلس الأمن تقول له مين الرئيس السوري، هيقول لك بشار الأسد، هو بقى قتل وعمل وشرد ومجرم و و و و دي امور ايه حصلت، لكن يبقى هو الشرعي في الأمم المتحدة. فانت تخيل شوف عجز الأمم المتحدة لحد فين، وشوف عجز القانون في الأمم المتحدة لحد فين. واحد سمح بقتل مليون او اكتر من شعبه، ودي 20 سنة بيعذب فيهم، وابوه قعد 40 سنة يعذب فيهم، ومع ذلك هم الرؤساء الشرعيين في الامم المتحدة. شوف العوج والاعوجاج في المؤسسات الدولية اللي امريكا عملتها عشان تخدمها. طبعا المسألة واضحة. فالروس يقولك احنا عندنا معاهدات مع الحكومة السورية الشرعية المعترف بها بانير يعني، فدوت يقولوا كده. اما امريكا ما عندهاش اي حاجه، ولا عندها معاهدات ولا عندها التزامات، امال قاعده ازاي؟ بلطجه. هو بلطجه جابت السلاح بتاعها وعملت القواعد وقعدت واستعانت وبنت الميليشيات الكرديه. ولما اقول لك الميليشيات الكرديه اوعى تكون فاهم انه واحد ولا 100 ولا 10,000، ده جيوش سواء في العراق سواء في الشمال السوري، جيوش بمعنى كلمة جيوش.
تفكرني بالحرب العالمية الأولى لما جم يظبطوا الدولة العثمانية، شايفينها دولة رهيبة جدا مترامية الأطراف، عدد سكان مهول جدا، ممكن يكونوا جيوش تغزو العالم كله، ممكن مش عارف ايه، ممكن كذا، ممكن. طبعا هم لما كانت الدولة العثمانية في هذه القوة كانت مخترقة بقى مخابراتيا من الداخل، لسه ده الاختراق من ايام السلطان سليمان القانوني، لكن هو قضى عليهم بسرعة لان كانت عنده قوة عسكرية، بس ما سكتوش، بنوا القوة ورجعوا. جاء كينج عثمان كان عايز يعمل فيهم زي السلطان القانوني، ما كانتش عنده لا القوة الكافية ولا الحنكة الكافية ولا الإدارة المخلصة. ما الإدارة في أيام السلطان القانوني كانت مخترقة كمان، وكانوا علماء السلاطين يعني بيزينوا للسلطان أشياء وبيجروه في مشاكل وكده، وهو يعني كان يعني أعظم سلاطين الدنيا بدون شك، لكنه كان بيخضع لكلام العلماء لأنه كان بيثق فيهم، ولو عرف حقيقتهم كان طير رؤوس الكثير منهم. جاء عثمان كينج ما كانش عنده القدرة ديت، حب ان هو يخلص من الانكشارية، الا خلص منهم السلطان القانوني، خلص منهم كمان السلطان محمود برضو خلص عليهم وكده. عثمان كينج فشل في القضاء عليهم وهم قتلوه، وبدأ بقى انحراف الدولة، وبدأوا الانكشارية يعني قطعوا في الدولة ويعملوا زيهم زي الجيش المصري، زي الجيش الباكستاني، زي اي جيش من الجيوش بتاع سايكس بيكو. فخليني اقول لك على المثال يا ابو الشباب، هو لما الدولة العثمانية بقى 1900 وشوية كده بعد عزل السلطان عبد الحميد، هم عزلوه تمهيدا للحرب العالمية كمان، وبعد ذلك يا ابو الابطال تيجي المعركة تقوم، الملك عبد العزيز اعتقد كان وقتها او يعني حد من ولاد سعود خانهم وغدر بيهم وباعهم للانجليز. طبعا الشريف حسين معروف، الأرمن عملوا منهم عصابات، ودي وهم والجماعة بتوع الاتحاد والترقي، والاتنين دول هم اللي أنا عايز أقص لك عليهم الوضع لأن هم الشبيهين بالموضوع ده. عملوا عصابات في الداخل محدش داري عنها شيء، وكانوا برضو بالألاف زي الميليشيات الكردية اللي في الشمال العراقي وفي الشمال السوري. وبعد كده سقطت الدولة العثمانية بعد ما اتهزمت في الحرب العالمية الأولى. الوقت بقى السؤال الأخير في الفيديو هو، هل هتتفاقم هذه الأحداث؟ أقول لك لحد دلوقتي محدش يقدر يقول لك إن هي هتتفاقم ولا لأ، لأنه بشار الأسد ممكن يرجع ويغدر، والإيرانيين ممكن ترجع وتغدر. اصلا بشار الاسد جات له الفرصه من حوالي 4 سنوات، والاتراك قالوا له خش المناطق ديت وخدها وخليها معاك انت، وخلي الجيش بتاع بشار يسيطر، عشان طبعا الاتراك اذكياء فاهمين ان لو جاء عدوان من حته فيها جيش لدوله مسجله في الامم المتحده غير ما يجي عدوان من ميليشيات وعصابات، هم طبعا فاهمين الفرق دوت. المهم الموضوع دوت قد يتفاقم لو انه ايران قررت ان هي تبدأ تقضي على الوجود الامريكي في المنطقة، وخد بالك انه الموضوع ده ممكن يكون مرتبط بالاحداث في غزة، لانه الوقت كمان الروس عايزين يعني عايزين يخلصوا الموضوع بتاع غزة على ان اسرائيل تستسلم. فالوقت الضغط على امريكا في المنطقة ديت، هنضرب القواعد بتاعتك وهنمشيكي وبعد كده هندبح اسرائيل، او انك انت تخلي اسرائيل ترضخ ومقابل كده هنسيبك تقعد شوية. طبعا الامريكان عارفين ان هم لما يقبلوا تهديد بهذا الشكل فالنتيجة ان اللي قدامهم هيهددهم تاني وتالت ورابع وعاشر، فالامريكان بيفضلوا سياسة المواجهة في الامور ديت. عشان كده انا اقول لك لو عرفنا الاسباب الحقيقية والفاعل الحقيقي للاحداث هناك هنقدر نحدد مسار الاحداث، لكن احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه هو المسار، جاي منين ولا رايح فين. هل ايران فعلا سلطت الميليشيات بتاعتها عشان ناوية تعمل رد قاسي على الصهاينة ومش عايزة اي ردود فعل من دول،
هل هم بيطفشوا امريكا بالذات انهم ضربوا قاعدة عين الاسد في العراق، بس ما كانش عندي وقت ان انا يعني اتكلم فيها. والامريكان اعترفوا باصابة جنود امريكان، واظن كان في حتى قتيل او قتلى او كده، يعني قصتهم حزينة للغاية. المنطقة الوقت بتغلي بمعنى كلمة بتغلي. ان شاء الله بس تتضح الصورة هنبقى نعمل فيديو تاني ونتواصل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.